مساء النور للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير وألف صحة جيدة. الأبراج اليومية شو مخبيت لنا لديسمبر اليوم الثالث 3/12/2022. عزيزي وعزيزتي الحمل، غدا من الأيام الديناميكية بالنسبة لك، رح تقدر تنفذ في أشياء كتيرة يمكن صار لك فترة تاركها على جنب. بكرة رح تحس بالنشاط والحركة وبتحس إنه بحاجة لتغيير بعض الأمور بالعاطفة والعلاقات العامة. المال جيد أيضا. مواليد برج الثور، الثور غدا من الأيام اللي فيها بعض الصراحة مع بعض الأشخاص والمواقف الصريحة. رح تقدروا تعبروا عن الأشياء اللي عم تدور بنفسكم تجاه شخص معين أو حالة معينة أو موقف معين. بهذا التعبير رح يكون عندكم مجال لأنه يصير في تواصل أكثر، ومثل ما بيقولوا العتاب هو غسيل القلوب. اتصالات لإلك وأيضا وضعك في المقدمة والناس بحاجة إنها تسمع منك. مواليد برج الجوزاء، بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك على الجرس تيجيكم إشعار البث المباشر. جوزاء فترة جيدة لحتى تتواصلوا مع السلام الداخلي، تقدروا تقرروا شو هي الخطوات اللي بدكم تعملوها للأيام القادمة. اتصال رح يجي، رح يعرض عليكم عمل أو ربما سفر، حاولوا استفيدوا منه وافهموا جميع التفاصيل، مصالحة مع الحبيب. مواليد برج السرطان، العمل مشغول هالأيام كتير، عندك حركة كتيرة، تعب على صعيد الجسد وقلق فكري رح يوصلك إلى مرحلة بحاجة إنك تاخذ عدة أيام لا ترتاح بالبيت من وجع الرأس والكثير من القيل والقال. تجنب الدخول في هذه الأمور. بالتوفيق للسرطان. مواليد برج الأسد، الأسد الاهتمام بالمظهر بالملابس، رح نشوفك أكثر عم تعمل شوبينج، عم تشتري ثياب أو ربما عم تحاول تغير من تنسيق البيت، تشتري أزهار، تغيير الديكور، أشياء كثيرة عم نشوفك عم تغيرها بحياتك. بعض منكم حتى ممكن يغير السيارة أو ينتقل من سكنه. هذه الأمور عم تجمع عليها معلومات وأنت بحاجة إلى التغيير. مواليد برج العذراء، عذراء للقراءات الخاصة لأولي على www.mjtarot.com. عذراء المرحلة القادمة هي مرحلة من الهدوء العاطفي والهدوء على الصعيد الشخصي. ما في كتير أمور رح تتغير، لكن رح تسمعوا حدث ممكن كتير ما يكون معكم بشكل جيد، ممكن يكون وداع أو farewell بكل الأحوال. حتى لو ما كنتوا جاهزين يمكن بذهنكم كنتم محضرين لهذا الموقف. بالتوفيق للعذراء. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الميزان، المال والأعمال رح تجي بسهولة بالأيام القادمة، ويمكن هذا النهار يحدد لكم بعض الخطوط العريضة للمال وأيضا السفر. ناس رح تبحث عنكم، تتواصل معكم، وعودة لحب من الماضي، إما بتتواصلوا معه أنتوا أو ربما هو يحاول الاتصال فيكم. مواليد برج العقرب، في ناس عم تحاول تعمل لك ستوكينج على السوشيال ميديا، عم بيلحقوك من مواقع لمواقع تانية، ربما قطعتهم أو ابتعدت عنهم أو تركتهم والآن عم بحاولوا يشوفوا شو أخبارك. بدك تنتبه من سرقة ربما تعرض إلها في البيت أو في الشارع، حاول تنتبه على نفسك. صحتك أيضا بحاجة لبعض العناية والاهتمام، وبحاجة للراحة من أوجاع الرأس والمشاكل اللي عم تدور حولك ضمن العائلة. مواليد برج القوس، القوس هاي الفترة بدك تفكر أكثر بالسفر، بالرحيل، بالتغيير. عندك سفر إلى ربما بلدان غربية أو بلدان محيطة فيك، يمكن سفر كنت ناطره إلك فترة لكن هلأ الفكرة موجهة إلى هذا الانتقال أو هذا التغيير. عم نشوفك أيضا بلقاءات مع الأسرة، احتفالات وأفراح. بالتوفيق للقوس. مواليد برج الجدي، بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك، علقوا الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. جدي بهالفترة عم نشوفك أكثر مركز على بعض الأهداف كالعمل،
يمكن السبت يكون من الأيام الحاسمة بحياتك واللي راح تجيب لك الكثير من التغيير. مواليد برج الدلو، دلو رجح ثبتك، شوف شو هو أو من الشخص اللي غلطت بحقه، لأنه ممكن تتعرض للمصالحة أو المساءلة، وربما بعض الأمور تكون قانونية ويصير عليك بعض الضغوط. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الحوت، بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك سبسكرايب على الجرس تيجيكم اشعار البث المباشر. الحوت القادم لك في هيدا اليوم او الايام الجاية تحديدا هو مال ورزق وفير وايضا بشائر فرح خطوبة. بعض منكم يمكن يرسم العلاقة او يحدد بعض الامور اللي ما محددة، وهناك خبر مفيد.